وعندنا اهم صندوق هذا فيه دود ما في ريحه نهائيا. الواحد ما يصدق ان هذا كان فواكه وخضار من ضمن افراد العائله، بس لا يزعلون باقي العائله. دبه كلوركس، فكل اغلب الاشياء على التدوير. على مساحة 100 متر مربع يملك سيد حسين 400 شتلة لأصناف نوعية متميزة. من الصغر كنا نزرع، يعني قطعة الأرض اللي في البيت وإحنا صغار كنا نقط أي شيء. بدأ سيد حسين دراسة وبحث الزراعة من 10 سنوات، وقرر يطبق هذه المفاهيم على سطح البيت. بديت والله أزرع في إعادة تدوير، يعني درامات، فلين، يعني كمثال هالفلين يقطونه محلات الخضار، الأسماك، فنستغله. هذا مقبض دبة الكلوركس، فكل أغلب الأشياء على التدوير. قلت الموارد عمرها ما كانت حاجز يمنع تحقيق الأمنيات، بوجود الشغف كل شيء ممكن. من ناحية تأثيره إنه على السطح، المفروض إنه إذا العازل سليم ما عندك مشكلة. من ناحية الوزن، يعني في البداية ضفت رمل، بس عقب كل التربة غيرتها إلى البدائل، يعني البيتموس، كوكوبيت، الكومبوست، هذه خفيفة مقارنة بالرمل. الزراعة العضوية خلنا نقول تراكمية، يعني أول سنة خلنا نقول مستواها 20%، السنة الثانية توصل 50%، السنة الثالثة لا توصل 70%، كل ما زادت المدة صارت نتائجها أفضل. الزراعة باستخدام الأسمدة الكيماوية لا، تراكمية تنازلية، يعني على مدى السنوات تخترب الأرض، فإذا أنا بزرع وبتعب نفسي ليش ما أكل شيء نظيف؟ الزراعة العضوية أقل تكلفة ونتائجها أفضل، ورغم كل هذا يختار غالبية الناس المواد الكيماوية بسبب التسويق. وعندنا أهم صندوق هذا صار له تقريباً 10 سنوات، هذا فيه دود مخصصين أو مشهورين في صناعة الكومبوست، يعني يحللون المواد العضوية، يكون كومبوست أو سماد الدود يسمونه، من أفضل أنواع الأسمدة. لازم نفهم هاي الزراعة العضوية أن احنا نربي هاي الكائنات، يعني ما أدري لو حتى لو حبيتون تشمون ما في ريحة نهائيا. الواحد ما يصدق أن هذا كان فواكه وخضار. المكافحة العضوية ترى سهلة، احنا نحتاج نوجد التوازن، تدخل الإنسان هو اللي يخلي التوازن. عنكبوت صايد نحلة ويفترسها، فأنت هل تتدخل؟ يعني ما يصير، هذه تنظيم الكون. والله من ضمن أفراد العائلة، بس لا يزعلون باقي العائلة. يعني حتى إذا أسافر مثلاً أوصل الفجر مباشرة أركب أشوف الزرع شنو، وين الضحايا اللي راحوا وين، فلازم أطمن عليهم. مثل ما قلت فرد أعتبرهم، أخاف عليهم وقت السفر لأن ما حد يفهمهم غيري. هي مو جنون، هذه حب الشغلة ويخليك تتعمق في أشياء ناس تحسها غير منطقية، بس إذا تبحث تحس أن هذا شيء لوجيك، يعني واقعي، المفروض شيء 1+1=2. يطمح سيد حسين لتعديل المفاهيم المغلوطة وتعليم ونشر ثقافة الزراعة لكل الناس. معاملة النبات كالإنسان بالضبط، أقول ليهم الصحيح أن تاكل غذاء كامل فتصير صحتك قوية، جسمك يقاوم الأمراض بشكل كبير، أما إذا أكلك ضعيف راح تمرض بسرعة. نفس الشيء النبات،